أكثر إنسانة أنا كرهتها في حياتي. ريم أرحمة من أصحاب الهمم، لكن في أمل، في حياة، في روح. كبت الشاي. طيب يلا، أنا هلا بعت ريكوست لفنانة أنا شخصياً بحبها كتير كتير كتير، هي أعظم وأطيب فنانة خليجية من فنانات الخليج، عن جد رائعة. عملت أكسبت لريكوست. كونكتينج. أيوة، نورت ريم. هلا والله، هلا وغلا. هلا، هاي أيتي بالعربي، هاي أحمد قاسم، هلو كل اللي يشوفونا. ريم، كنت قاعد مثل ما تشايف جبت شاي، وكنت عم بقلب بالتلفزيون وعم بحضر بروموهات مسلسلات رمضان. في عملين، وهالعملين هم مسلسل شغف بطولة هدى حسين وحسين المنصور، زهرة عرفات وعبد الله أبو شهري. أنت أكثر إنسانة أنا كرهتها في حياتي. وهي وبناتها مع هند البلوشي وصمود الكندري. أنا عندي أم تحاسبني، أنت ما لك شغل فيني. غصب عليك لي شغل فيني. شو دورك بهي وبناتها؟ بالصدفة اسم شخصيتي راح أقدمها بهي وبناتها اللي سألتني عنها اسمها ريم. ريم دور مركب صعب جريء جديد علي، ولكن في أمل، في حياة، في روح. احنا نتكلم عن ذوي الاحتياجات الخاصة ألا وهم ذوي الهمم. أتمنى راح أقدم الدور بشكل جميل والناس تحبه ويدخل قلوبهم، بنفس الوقت يخدمهم بشكل كامل لذوي الاحتياجات الخاصة. أنا أحس إن الله يحبنا، بس ساعات أحس إن الباقي يكرهونا. حسبي الله عليك يا عسالو. بس بالرغم إنه هالعمل درامي، إلا إنه كواليسه كانت عكس مشاهده. بنيتنا سنة مسنعة، طباخ ما شاء الله، ونفس بعد عمري خلاص أبشر بعزش. أدري إنك سينجل، بس أنا من اليوم أنتي مخطوبة. على كثر ما في تعب، على كثر ما في تمثيل وأداء وحس، على كثر ما كنا نضحك، مو بس عشان هند البلوشي، هند وإيمان فيصل وصموطة عصمة ماكشن، هي المنتجة، لأن هي تضحك أكثر منا. يعني أنا لما السر قطع عليها بموضوع إيمان ما أقدر أتحمل. أما بمسلسل شغف فرح نشوفها بدور شوق اللي عندها طموح كبير لمستقبلها. إحنا في شخصية شوق راح نتكلم شلون التفكك الأسري ممكن يخليك تلجئين إلى العاطفة بشكل خاطئ، أو تختارين فارس أحلامك الغير صحيح. ترى أبوي مزوجني غصب عنه، وهذه جريمة سمينها تزوير، احتيال، نصب، جد. وريم خلال هالفيديو كول كان عندها مسج كانت حابة تقوله عبر إيتي بالعربي لكل متابعين أعمالها. بعدين من كثر ما الجمهور حل عليه قاعد قدمين أدوار شر أو كرهناج أو يبي يسبون، خلاص غيرنا الدورين أدوار خيرة. شوفوا فيهم شوية شيطانة، بس يلا راح تتقبلونها.